السياسي يتلاعب اليوم في تونس بالشعب؟ السياسي التونسي ما شاء الله أحسن سياسي في الكرة الأرضية، سياسي مخرب، سياسي مهرب، سياسي مجرب في الفساد، سياسي فاسد، سياسي متخلف، سياسي لا وطني، سميه اللي تحب أنت، فهمني؟ هذه هي السياسة في تونس، دوماش. مثلاً مسألة تشكيل الحكومة كانت حكومة أحزاب، يعني أصبحت الآن حكومة كفاءات ومستقلين. يا بنت هذه كلها أفلام راهو، لا فما لا تشكيل حكومة ولا عمر بزور، هذه كل حاجات راهي بدون باللهجة التونسية، سامحني، شنو معناها بدون؟ توا أنت زعما النهضة باش تحير باش تشكل حكومة، أما هذيك السياسة نتاع الإسلام السياسي. يلزم بلاد تبقى في فوضى باش ينجموا هما يعيشوا. بوان فينال من غير تكسير الراس. إيفكتيفمون السياسي في تونس قاعد يتلاعب بالشعب. وهون نحكي لك أنا معناها ماناش مش كثر معاك برشا كيف السيد. البلاد شدوها الإخوانجية ما عاد يفلح منها حد، حشاك سرطان وضربها البلاد. وسي ما عادش نحكي معاك حد شيء. قاعدين يتلاعبوا ويذبوا على مصالحهم شعب سياسيين معروف. ظهر شيء ظهر. تهاول توا عملوش حكومة، علاش ما عملوش حكومة؟ كل واحد يجبد ليه، كل واحد ماذا به هو يحكم. أنا كان جيت عندي سلطة في البلاد، كل ولاية وبقدي 24 ولاية، كل ولاية نعطيها الحزب يحكم فيها وياخو رئيس غادي وياخو كل شيء. هذاك اللي صاير في تونس راه، ثم حتى شيء، كل واحد يجبد ليه. احنا عندنا حب الأنانية وعندنا حب النفس وعندنا كل شيء. تونس فهمني يا أختي؟ ولهذا ربي يستر وكاهو هذاك شغل. وحتى تجي حكومة أخرى حكاية فير. تو شهر تو انت عطاتك النهضه ولا شكون عطاك تفويت سيد حبيب الجملي عطاه تفويت يا خويا جيب خضاره وزازاره حطه في الحكومه نتاعك شكون يحكم فيه هو ما عطاك تفويت الحزب الاول عطاك حط واللي كلم انزل عليه هكا اش نعرف خلي بلاد تمشي ودور العجله شو نستنيوها عيط لفلان عيط القهويجي عيط شنو عيط يسهل فيها شنو شنو هذا شهر ونص وعلى ما زلنا في الحكم الحكم السياسيين في تونس راهم قاعدين يتلاعبوا بالشعب التونسي قاعدين يتلاعبوا بالمواطنين مصالحهم قبل كل شيء مصالح احزابهم قبل كل شيء نحن توا 9 سنين ش عنده عملونا ما عملونا حتى شيء قاعدين نوخروا ليس قاعدين نقدموا واللي ديما يغزر التالي ديما كلمتي انا نقولها اللي يغزر التالي راهو يصطى في حيط في الاخر بالكل راهم باش يصطعوا في حيط هكا اللي قيمه صاير توا ما ثماش حكومه التو السياسي هو اولا هو جزء من الشعب معناتها الشعب هو الذي يسمح له معناتها باش يتلاعب به خاطر الشعب ما تنظمش خاطر لو كان جاء الشعب متنظم معناتها الشعب هو عنده الفرصه من الثوره باش يشكل روحه بروحه باش يتنظم يولي اقوى من السياسي واقوى من المستثمر واقوى من كل شيء خاطر الاتحاد قوه ولا وكل الزخم الثوري نتاع الشعب هذاك ما وصلش فيه معناتها وقت يوصلوا الرئيس للرئاسه اخفتك زخم السياسي دونك السياسي اول حاجه ثم منظومه فساد هي متحكمه في الكل ثم اخطبوط تاع فساد والسياسي هو جزء من الاخطبوط هذاك دونك ماهوش يجيب فكره من راسه ولا واحد هو اصلا الاحزاب هي مخترقه كل حزب سواء حزب الشعب ولا غيره هو مخترق من الداخل تو مثلا حزب الشعب يقول لي انا باش نصوت للحكومه اذا كان هي تعمل اعلان سياسي واضح هاي سيدي هو عمل اعلان سياسي علاش ما تصوتش انت للحكومه ديما عندي شك اللي هذوكم راهو النهضه عملوه واحد حكايه فارغه عطينا نتقدموا هما شنو الهدف نتاعهم يحبوا الرئيس يقصوا له الجوانح نتاعو كوم كوا ما عندوش حكومه ما ينجمش يتصرف معناتها الرئيس يخلوه هكا معناتها ما عندوش لا وزير خارجيه لا وزير دفاع لا حد شيء وما عندوش ناطق رسمي وما عندوش كذا فهمتي وهذا معناتها هذا تو مسؤوليه الشعب مسؤوليه تو في البرلمان اللي ماهوش باش يصوت للحكومه بالرغم انا لا نعرف لا جملي انا نعرف معناتها الحكومه لا الكفاءات لا حتى شيء اللي ماهوش باش يصوت دونك حط روحه قدام علاش صوتنا لك انت انت شنو دورك من اصل باش تاخذ الملايين وفلوس نورمالمون البرلمان بلاش فلوس راه انت راك مش خدمه البرلمان راه تاخذ منحه طبيعيه مليون يزيك وداك تمشي بتجي واحد تتحرك هو ياخذ في فلوس وزيد يقول لك انا في المعارضه وما نصوتش وكذا وتو فاق بيك الشعب اول حاجه هي باش تحل البرلمان النهاية يمشي تحل البرلمان خاطر الرئيس ما يساعدوش راه باش يحمل مسؤولية مرة أخرى راه باش يولي يحط لهم سياسي آخر اللي هما باش يتقلبوا عليه شنو السؤال الآخر اللي سأل برشا حديث كثر حول تلاعب السياسي التونسي من مختلف الأطياف السياسية بالشعب التونسي
خاصة في مسألة تشكيل الحكومة التونسية اللي كانت باش تضم كل الأحزاب الفائزة بالانتخابات التشريعية والفائزة بمقاعد في البرلمان. بعد ذلك يأتي تصريح للجملي يقول بأنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة. يعني أقوال شيء وبعد نلقاو أفعال شيء آخر مخالف تماما. هل نستطيع هنا الحديث عن أن السياسيين اليوم يتلاعبون بالشعب التونسي؟ فما بنتي فما سنية في الأحزاب، فما كل واحد يخدم في مخه، والآية تقلبت ما بين الغنوشي وقلب تونس، ودوروا اللعبة وإن شاء الله يلقى كفاءات. لا إله إلا الله كان يلقى كفاءات، خاصة بالنسبة للنهضة ما عندهاش لا 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 سياسة لا اقتصاد لا خارجية. أنا من رأيي ماهيش باش لعبة، يتلفوا حول المبعثة يندمجوا يتنازل، ثم تنازل شوية تنازل يا خويا النهضة ولا نداء ولا الأحزاب القدم كلهم ولا الأحزاب الطالعين تو جدد على الائتلاف ولا الأحزاب هذايا الحر الدستوري، يتنازلوا شوية يراو مصلحة المواطنين، يراو مصلحة الشعب. الشعب محتاج باش يد عندنا ثلاثة حاجة أساسية، احنا طالبين أنا واحد مسكة مواطن ثلاثة حاجة، يا نخسر شوية بالحياة نعيش الحياة المعيشة تاعنا، ونظمونا بلادنا طرقاتنا وكياساتنا واعطونا دراسة التعليم تاعي باهي وشغلونا شباب. ثلاثة حاجات ويلتفوا الحكومة أحزاب كل واحد يقول راسي تكره أنا الشعب حركة الشعب احنا تو نفهم السياسة أنا حركة الشعب تقول لك أنا ما نفهمش مع النهضة ما شنو يلزم وزيد وين نشحت خير أعطوها فرصة قال تكدم على روحها وأعطوها أنتم تلفوا حول أحد الديمقراطيين أنا مراميين حزب محمد عبو ولا حركة الشعب ناس عندهم يقولوا في رواحهم ولزم على حركة النهضة والحزاب هذول المتلفين والائتلاف يتلفوا حول عملونا خويا هذا شو اسمه انا مرة انهم يعملوا حكومه بها تخدم مصلحه الشعب. من كيما قلت لك ثلاث اشياء رئيسيين هو الغنى المعيشه، الثانية الشعب تشغيل الشباب، والبلادنا خويا نظموا طرقاتها وجسورها ومسرح للشعب، وزاد وراء المناطق زاد الداخل الخارجيه زاد من الولايات القصريين الناس اللي خرج من الثوره هذوكم وسيدي بوزيد وقفصه والكاف والمناطق خصوصي المنطقه الشرقيه هذيك مستحسن هذوك يتلفوا لهم شويه زادوا سليانه ولا المناطق الداخليه يتلفوا لهم وبخطره يتلفوا الحزاب مع بعضهم ويعملوا حكومه قويه والله ما يجيك الخير. تو يتلاعبوا بالناس الكبار ويتلاعبوا بالانتريتيه، اخي انتريتي ياخذ في 400,000 ويقصوا عليه في 60,000 واش عنده لانتريتي؟ هو خدم 35 سنه و40 سنه وفلوسه مخبله عندك انت غاديك، يصبح بنت ولا يقص له منها في 60,000، ما عندهاش اولاد تقاره، مش كراي، مش حواله تشكر ربي، البطاطا فهمتني ولا البطاطا ب 2000 فرنك وب 15 100، يقولوا هاي رقابه جايه فهمتني ولا يجوا السلام عليكم السلام يبدلوا البلاكات وبعد يمشي من تولى كيف عليه بالله علي ايش عملنا؟ شنو اللي عملنا؟ شنو الشيء اللي عملناه؟ في تونس احنا جبنا الحريه، احنا اللي خدمنا مع استعمار، احنا خدمنا في معركه منزرت، احنا فين تضربنا بالكرتوش، احنا كلينا فين تولى الخبز بيت، كلينا فين تولى شكون يعرف على لسان؟ عليه تيعملوا كيما هكا. السياسي في تونس كلهم ديزاماتور. فهمتي توا كلهم هاويين. ما عندناش سياسي في تونس عنده الاكسبيريونس معناتها كما نقولوا قاعدين يتلاعبوا بالشعب التونسي. فهمني؟ الشعب التونسي مسكين قاعد يعاني وهما يلوجوا على الكراسي يلوجوا على برشا حاجات لكن ما عندهمش احترافيه. ما همش كما نقولوا احنا ما عندهمش الاحتراف في الدومين هذا. عاد شو نقول لك انا قاعد الشعب التونسي مسكين قاعد يعاني. وهما قاعدين يلوجوا على الكراسي يلوجوا على مصالحهم ما همش قاعدين يلوجوا على مصلحة الشعب التونسي على بلادنا مشيت راي تحطمت بلادنا علاش وليت هكايا تونس راي تونس اعز دول في العالم. شوف احنا نعطيك حاجه في بلادنا اول حاجه اعطيني الشعب اللي قاعد يحوس توا شوف قاعد يحوس بحريه شوف ما احلاها شعبنا
عمو اللي عمل مشاكل، عمو اللي عمل فهمني اضراب، ولا عمل حاجات خايبه. علاش انا نحكي على الشعب التونسي؟ نحكي على الشعب التونسي، هل نحكي على السياسيين في تونس اللي هما قاعدين يتلاعبوا بالشعب؟ شوف قديش عاقل الشعب التونسي، شوف محلاه، علاش قاعدين فهمني يحتموا فيه؟ راهو حرام عليهم، راهو والله حرام، والله حرام. يا ولادي تفكروا شويه فكروا في شويه فينا، فكروا بالشعب اللي عندنا الطلبه اللي قاعده بطاله توا. نعطيك حاجه من الاخر، توا في التعليم العالي وقفوا معناتها البي اف او، وقفوا الديوا، وقفوا التروزيم سيكل. علاش؟ خاطر عندنا قرب 300 طالب ولا قداش بطال، من اللي نحكي على التكنيسيان سوبيريور اللي في التعليم العالي. عليه يقول قايل وكان عاطي يا ربي هذوما يخدموهم. عندنا ادمغه، عندنا ناس لاباس عليها، وعندنا ناس، عندنا اكفاء في تونس. اون برانسيب هذوكم اللي يشدوا البلاد، هذوما تو اللي كبروا، هذوما مشى وقتهم. يا خويا عندنا اولادنا، انا نعرفهم، انا كنت في التعليم العالي ونعرف. عندنا اكفاء كبار برشا، ونجم نقول لك يوقفوا البلاد على ساقيها. والله كيف باش نقول لك، في كل شيء معناتها البلاد من قبل تاع حالها ما تريقلش، معناتها ما فماش تحسن في البلاد. تونس احنا تو قادمين على 2020، معناتها ما فيهاش حاجه معناتها اللي تثبت وجود معناتها تونس، معناتها خاطر كل مره يجي سياسي وكل مره يجي حاجات. باش نقال لكم خدم، باش نقال لكم حاجات، معناتها ما فماش. احنا تو ماناش نراو في تونس تقدمت جمله من حتى ناحيه من النواحي الكل. يعني تونس يعني الشعب الكل يتبدلوا الا تونس. احنا تونس قاعدين فيها هي هي زي ما هي. وعود السياسيين قبل الانتخابات والله ما فماش بالنسبه لي، انا مانيش رافه زي ما يوعدوا باش نقدوا لكم، باش تتطور تونس، وباش نعملوا لكم، باش نقد بس ما فما حتى شيء في الاخر. بكل مازلنا احنا ولا خدم ولا حتى شيء معناتها، من غير ما نحكي لك الشباب بالرسمي ما هني. انا نعمل مثال، نعمل باتسيري وكويزين، عامل حجامه زاده، عامل نشاط بتاع دونس، ما فماش خدمه، ما فماش بكل. ما تلقاش حاجه اللي تفرحك في تونس خاص، يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه تونس، في تونس حكايه فارغ. الشعب التونسي بصعب بالحق مسكين، بالرسمي مظلوم بالحق، وذي من قلبي انا من كثر ما انا انتقر معناتها وتعب من حياتي. خاطر واحد انسان بدبلومات وبشهاده يا اون بليس ما يلقاش خدمه في تونس، زاد فما كثير وعاملين بيرو الشغل كي تشيلو كيما بيه كيما بلاش، وفما حتى مجال، وفما حتى تحسن في تونس. كل يوم كل البارح تونس سوق طول عمرها فماش تقدم.